أنا يطري على بالي إن أنت فقدت على ما أعتقد واحد من ربعك. صحيح. تقدر تقول لي قصته على ما على ما أعتقد إنك كتبت فيه مرثية. صحيح، هذا صديق لي الله يرحمه. رحمة الله عليه. في مو قبل مو رمضان اللي راح، اللي قبله، في 13 رمضان تقريبا. وأنا على طاري الحب، الحب ما يكون أتوقع للحي بس، يكون حتى الميت. تشتاق له وتحبه وتدعي له. وأنا أوصي اللي متوفي له أحد، متوفي أمه أختي الله يرحمه من موت المسلمين، ينفعه سواء بصدقة بدعوة باللي به. لكن كتبت مرثية بصديق لي الله يرحمه، يقول اللهم آمين، يقول يلا لا تحرم صاحبي من وبل الأمطار، اللي راح الوسكن القلب غمه، بيني وبينه مسافات وامتار واسفار، من بعد ما كان قربي وتفكيري يمه، أقربنا الأخ وأقربنا الجار للجار، وحب لي من عطر العود مع دهنه، حبه سكن بالقلب وفراقه سكن بينار، والخيرة فيما اختارها الله والخير منه، ذكراه ترسم فرحة ولو كنت ضايق ومحتار، والصور تخنق العبرة وتذكره وضمه، فيني بقايا شوق من جلسة الدار، في مجلسه والكل فينا يهمه، فيني ولا لشوفته يا صاحبي نار، في مشيته وجلسته ومصافحة كمه، فيني ولا يا مكرم الضيف والمار، ويا ناصح التايه عن طاعة أمه، ويا الله يعافي وشافي وستار، تشفي غلاي وتكفي القلب همه. صح الله يرحمه، اللهم يرحم موات المسلمين، يرحم جناته، اللهم والله ما في اجمل من هالصداقه.